إطلالات محتشمة لبسمة بورسيل بتناسبك في رمضان. نحتاج في شهر رمضان لارتداء الملابس المحتشمة الأنيقة، وفي هذا التقرير جمعنا إليك مجموعة من إطلالات الفنانة المغربية بسمة بورسيل اللي بتناسبك في شهر رمضان. أثناء زيارة بسمة وزوجها الفنان تامر حسني للكويت، أطلت بسمة بفستان أنيق وستايل جديد عليها وغير مكرر، فاختارت فستان طويل مزين بفيونكة كبيرة على الرقبة، ونسقت معه حقيبة بينك ذات تصميم مختلف من فيندي، وحذاء بينك مزين بالدانتيل من دونا لندن. أما المجوهرات فاختارتها بسيطة باللون الذهبي لتكمل أناقة طلتها. وفي إحدى جلسات التصوير في مراكش، أطلت بسمة بإطلالة أمازيغية تقليدية، فاختارت عباءة باللون الأحمر مزينة بتطريزات ملونة. كما أطلت بسمة بإطلالة مخملية سوداء غاية في الأناقة، فارتدت فستان أسود بيزك وعليه عباءة سوداء مخملية طويلة مفتوحة ومزينة بتطريزات روز فخمة على الرقبة ونهاية الأكمام. وخلال حضورها عروض أسبوع الموضة في لندن، خضعت بسمة لجلسة تصوير تعاونت فيها مع الستايلست ريمان جيم، فأطلت بفستان بيج فاتح متوسط الطول مزين بتطريزات الورود الملونة من إيدي لاين لي وبوت طويل، أما الورود فزينت فيها رأسها فهي من تصميم جيس كوليت. وعندما أصدرت بسمة بورسيل في رمضان 2018 مجموعة الأزياء الخاصة فيها والمستوحى من القفطان المغربي، أطلت على جمهورها بأكثر من تصميم كدعاية للمجموعة، فظهرت بكاب أسود مزين بتطريزات ذهبية على الخصر مع ياقة عالية مزينة بالنقوش والتطريزات، وبتصميم مشابه لكن بقماشة زرقاء لامعة وأكمام بتصميم مميز. أطلت بسمة على متابعيها في شهر رمضان واختارت للتطريزات والمجوهرات باللون الفضي. صممت عباءة مغربية متدرجة الطول باللون الكحلي وفيها خطوط طولية باللون الأبيض وتطريز أبيض على الصدر، وأطلت فيها في صورة عائلية مع والدها وشقيقها في شهر رمضان. وفي إحدى إطلالات بسمة في شهر رمضان، أطلت بعباءة فضية لامعة من تصميمها مزينة بالشيفون الأبيض على الأكمام، ونسقت معها فستان بيزك أبيض. كما أطلت في رمضان بقفطان بينك مرصع بالأحجار الخضراء ومزين بالتطريزات الذهبية مع أكمام مزينة بالشيفون البينك من تصميمها لأزياء شهر رمضان.